الرئيس عيدروس الزبيدي رجل يعني واضح المواقف، وليس وربما يكون هو الأصدق من بين السياسيين اليمنيين في خلال المرحلة العقود الماضية كلها، وهو شخص لا يعرف تغليف الألفاظ. وبالتالي أنا أعتقد أنه مضمون الخطاب الذي ورد على لسان رشاد العليمي من حيث الدلالة السياسية، من حيث المكان الذي ألقي فيه أمام المجمع الدولي وأمام جميع الأعضاء وبتلك الصيغة، وحتى بحضور الوفد السعودي، كان قد غادر الوفد السعودي، أعتقد أنه هو الذي يجب أن يتم مناقشته، وليست الملاحظة التي أبداها الرئيس عيدروس، لأن هذه ملاحظة إجرائية. هو لم يعترض على مبدأ السلام، لم يعترض على فكرة أنه إنهاء الحرب، لا مشكلة من التفاوض مع الحوثيين، كل هذه مبادئ متفق عليها، ولا مشكلة أيضا من حل القضايا الإنسانية، لأن هذه أيضا مسألة مهمة جدا، وتتعلق أيضا حتى بالوضع في المناطق الجنوبية، لأنه ارتدادات الوضع الإنساني في الشمال يأتي أيضا على شكل أعباء على عدن وعلى المكلا وعلى كل المناطق الجنوبية. وبالتالي لا خلاف في المبدأ، لكن الرئيس عيدروس يتحدث عن مسألة إجرائية، أنه كان يفترض أن يتم إشراك أطراف مجلس القيادة في وضع خارطة الطريق، لأنه كل الحديث الآن ليس عن اتفاق سلام مع الحوثيين، وإنما في الاتفاق على وضع مبادئ عامة لخارطة الطريق تؤدي إلى جمع الأطراف على طاولة واحدة. فكان النقاش على أساس أنه يعني لماذا لم تكن الأطراف مشاركة في وضع هذه الخارطة من أجل الذهاب إلى طريق آمن للسلام. إذن ولكن خطاب رشاد العليمي أشد قوة في انتقاد الفكرة اللي تقوم فيها، يعني فكرة يعني مسألة الانتقاد من شرعية الدولة، أعتقد أنه مثلته الصورة التي رأينا فيها وفد المتمردين الحوثيين يجلس بجانب الأمير خالد بن سلمان، يعني أعتقد أنه هذا نوع اعتبره رشاد العليمي نوع من الاعتراف بهذه الجماعة المتمردة.